مشاهدينا ومتابعينا من خلال شاشة قناة النادي الأهلي، كل عام وأنتم بخير وعيد أضحى سعيد على كل الأمة الإسلامية وعلى كل جمهور النادي الأهلي في كل مكان. النهارده هيكون التدريب الأخير لفريق النادي الأهلي قبل الأجازة اللي منحها الجهاز الفني بقيادة ريني فايرا لكل لاعبي النادي الأهلي يومي الجمعة والسبت، على أن يعود النادي الأهلي لاستئناف تدريباته يوم الأحد في تمام الساعة 5:30. كالعادة زي ما أنتم متعودين من مقر النادي الأهلي بالجزيرة هنتابع ونشوف كواليس تدريب فريق النادي الأهلي من داخل نادي القرن.